شو اشتري؟ والله ملاعب العيد للجهال، اشتري شرزات وهدوم. قياساتهم لو هي شلون ما اعرف 12 سنه وست سنين بالله. ايش الاسعار؟ شلون شفتها؟ الاسعار حيل زين والله، زين. ايه ومعاملتهم حيل زين ويانا. والله اشتريت ملابس للاطفال بعد اذنى، يعني قراض بعد كثيره. بعد كثيره؟ اي بعد كثيره ما خلصانه. والله اشتريت الهال واليد، واشتريت الهال واليد، ظل عندي هال واليد وظل اهله. بعد ما اشتريت؟ بعد ما اشتريت. وانت ما اشتريت؟ هاي منتهين منها، خلهم فضهم شيء الاولاد الصغار. ايش شفت الاسعار؟ والله الاسعار كلش مناسبه، زينه زينه. بس اهل المحلات، اما شغله البسطيات لا كلش مناسبه. يساعدون؟ لا 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 لا، اكو يعني مساعده زينه. والله هي كل سنه تختلف عن السنه السابقه او القبله. الموسم يختلف عن الموسم اللي ياتي اللي بعده. صح انه العالم مزدحمه واكتظاظ بالناس، بس القدره الشرائيه يعني متوسطه او جو الوسط. نظرا للحالة المعيشية اللي يعيشها البلد. ومع ذلك انه ارتفاع الدولار، ارتفاع الدولار اثر يعني بشكل كبير على المواطن. بالنسبة لو كانت مواد غذائية وان كانت ملابس او اي حاجة من الحاجات المنزلية اللي يقتضها المواطن. تستاهلون مع الناس انتم؟ والله صح. احنا قدر الامكان ما نخلي يقصر مع المواطن، لان احنا اذا ما المواطن واحد يساعد الاخر احنا ما نقدر نعيش. والله حاليا الاسعار فرقت عن العام. فرق الدولار وفرق القماش اشقد فرقت عن العام الماضي. يعني العام الماضي عندك مثلا التراك سوت كان بيها ب6 7، حاليا 10 9، يعني الفرق ايه الفرق 20%. هاي من المنشا غالي؟ من المنشا، من المنشا، من المنشا. يعني تحملوا لي انتم؟ لا 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 لا، ما ادنى تحميل، بس من المنشا غالي.